هذا الصحابي لما طلب هذا الطلب قال إن شرائع الإسلام ثقلت علي، مرني بشيء أتشبث به أو دلني على شيء أتشبث به. السؤال هنا، هل هذا الصحابي لما قال إن شرائع الإسلام ثقلت علي، هل أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطها عنه، أن يحذف جملة منها ثقلت علي؟ هل يريد هذا؟ لا، يريد ما يعينه على ماذا؟ على القيام بها، ما يسهل له القيام بها، هذا مراده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ من هذا العلماء فائدة عظيمة جدا، وهي أن كثرة الذكر لله يلين الطاعة، بدل أن تكون ثقيلة تصبح لينة خفيفة على النفس. ولهذا يحتاج العبد فعلا إلى أن يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله لا يجد ثقلا في الطاعات، بل تكون خفيفة عليه.